شايفين العمارة دي؟ أهي العمارة دي سكن فيها أنور وجدي وليلى مراد ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم وغيرهم كتير. لو قعدت عد الفيديو هيخلص، علشان كده كانوا بيسموها زمان عمارة المشاهير. كانت أشهر عمارة في مصر في الخمسينات واسمها عمارة الإيموبيليا، موجودة في وسط البلد بالظبط في تقاطع شارع شريف مع شارع قصر النيل. بس تفتكروا ليه الناس دي كلها سكنت فيها؟ من الاخر العمارة دي كانت هي مدينتي بتاعت زمان، اهم حاجة فيها الكوميونتي، لان ساعتها كانت واحدة من اكبر العمارات في القاهرة، كانت بتتكون من 370 شقة، والعدد ده كان مبهر قوي زمان في وقت كان كل العمارات في القاهرة 4 أو 5 أدوار بالكتير. علشان كده عملوا فيها 27 اسانسير بحيث يخدموا على الشقق دي كلها، وكانوا مقسمينهم لفئات. يعني كان في اسانسيرات بريمو دي للسكان محدش بيستخدمها غيرهم، واسانسيرات تانية للخدم دي كانوا بيسموها سكوندو. طبعا انت ممكن تشوف ان ده طبقية، بس بفكرك انك دلوقتي في 2024 بتعمل اسانسيرات بشفرة وبتطلع الناس على السلم، على الاقل زمان كانوا بيعملوا لهم اسانسيرات. فاسكت بقى. لا وكمان احب اقول لكم ان كان في اسانسيرات للعفش، دي متخصصة بس علشان تطلع عفش البيت علشان ما يتبهدلش على السلم، واكيد طبعا ما كانوش هيطلعوه بالونش من البلكونة زي ما بيحصل دلوقتي. احب اقول لك كمان ان دي كانت اول عمارة في مصر يتعمل فيها جراج تحت الارض في البدروم. شوف ده ساعتها عمل ضجة ازاي، والجراج ده كان بيستوعب لغايه 100 عربيه، وعلشان الرفاهيه تكمل كانوا عاملين نظام تدفئه مركزي بيوصل لكل الشقق. من الاخر حاجه كانت فخمه جدا ومفيش زيها، علشان كده سكنها كل المشاهير دول.